محمد كان الأسبوع اللي فات بالمشاية. الأسبوع اللي فات بالمشاية، النهارده بالعكاز، بعد أسبوع أهو تتطور الحالة معانا. دي حالة إصابة نخاع شوكي. برافو برافو، هو بيبدل زي ما احنا شايفين برجله. تمام برافو. هو سيبنا المشاية ودلوقتي بدأنا بالعكاز. شوية ان شاء الله هنتطور بقى العكاز ايه كمان مرفقي ان شاء الله. دي الحالات اللي بتكمل يا جماعة، بقى عنده إرادة وبيكمل. عدى مرحلة المشاية وبدأنا في مرحلة العكاز، والمشية حلوة جدا وبيرفع رجله زي ما احنا شايفين من على الأرض. حالة إصابة نخاع شوكي، علشان الناس اللي بيقولوا لحالات الإصابات بتاعة النخاع الشوكي انتوا مش هتقفوا تاني ومش هتمشوا، أو العيان ماشي لوحده محدش ستانده خالص. يلا لف يا محمد، لف، هناخد لفة كمان. مش دعوه بالصور بتاعتك، انا بقول الدنيا ماشيه معايا ازاي. لفه كمان. برافو عليك والله، الدنيا ماشيه زي الفل اهو. حلوه قوي. احنا عارف هزود لك بقى حاجه تانيه بقول لك عليها بعد البيت. زي ما احنا شايفين ما شاء الله بيمشي لوحده، بينقل برجله، مفيش حد سانده بالعكاز. سيبنا المشاية، كنا من اسبوع ماسكين المشاية. زي ما احنا شايفين ما شاء الله تطور الحالة، إصابة نخاع شوكي. كانت عاملة شوية المسك في الرجلتين، وزي ما احنا شايفين الدنيا ماشية عاملة ازاي. برافو عليك. برافو.